السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى نشرة الثامنة والتي نستهلها بالعناوين. رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن لدراسة عدد من القضايا المتعلقة بالوضع العام. الوزير الأول عبد العزيز جراد يشرف على مراسم تنصيب البروفيسور محمد بن حسين على رأس الخلية العملياتية للتحري ومتابعة التحقيقات الوبائية، ويؤكد أهمية عمليات البحث والتقصي الوبائي في تقليص عدد الإصابات بالكورونا والحد من انتشاره. تأكيد على عمق علاقات الأخوة والتضامن بين الجزائر وموريتانيا وعزم على إعطائها ديناميكية جديدة خلال لقاءات الوفد الوزاري رفيع المستوى بنواكشوط حول تبادل المعلومات في مجال مكافحة جائحة كوفيد-19. اللواء سعيد شنقريحة يترأس غدا بالمدرسة العليا الحربية بتمنفوس بالناحية العسكرية الأولى الدورة 13 للمجلس التوجيهي للمدرسة. مئة وحالتي إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وتمثل 123 للشفاء وتسجيل 8 وفيات جديدة. المستهل ترأس اليوم السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن، وذلك لدراسة عدد من القضايا المتعلقة بالوضع العام. إذن وكما نشاهد في الصور، ترأس اليوم السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن لدراسة عدد من القضايا المتعلقة بالوضع العام. طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية شرف اليوم الوزير الأول عبد العزيز جراد على مراسم تنصيب البروفيسور محمد بن حسين على رأس الخلية العملياتية للتحري ومتابعة التحقيقات الوبائية، بالإضافة إلى عضويته في اللجنة العلمية لمكافحة ومتابعة ورصد تطور جائحة كوفيد-19. وبالمناسبة أكد الوزير الأول أن خارطة الطريق التي اعتمدتها الحكومة للخروج بصفة تدريجية وحذرة من الحجر ترتكز بصفة أساسية على ضرورة مرافقة مراحل الحجر ودعم عمليات البحث والتقصي الوبائي التي من شأنها المساهمة في تقليص عدد الإصابات من خلال تحديد مصادر انتقال العدوى. وإنني واثق من أن التجربة الواسعة التي اكتسبها الأستاذ محمد بن حسين في مجال التحقيقات الوبائية ومحاربة الأوبئة من خلال المسؤوليات العديدة التي تبواها داخل الوطن وعلى مستوى الهيئات الدولية المتخصصة ستسمح له ولهذه الخلية من بلوغ الأهداف المسطر لها. ويأتي استحداث هذه الخلية في إطار مواءمة الاستراتيجية المعتمدة من قبل السلطات العمومية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد. في هذه المرحلة الحساسة التي تعرف انطلاق عملية الرفع التدريجي والمنظم للحجر الصحي، إن خريطة الطريق التي اعتمدتها الحكومة للخروج بصفة تدريجية وحذرة من الحجر ترتكز بصفة أساسية على ضرورة
مرافقة مراحل رفع الحجر الصحي والعودة تدريجيا لمزاولة النشاطات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، وعلى توقيت ودعم منظمة البحث والتقصي الوباء التي تشكل رأس الحربة في معركتنا ضد فيروس كورونا. وللتحقيق هذه الأهداف المسطرة من طرف المجلس العلمي والحكومة، وللتحقيق تدريجيا ولمتابعة التحقيقات الوبائية التي سيعتمد تنظيمها على الخلية المركزية ومقرها المعهد الوطني للصحة العمومية وأربع مراكز جهوية ومصالح علم الأوبئة والطب الوقائي، بالاستفادة من الدعم الكامل للمصالح المركزية والمحلية لوزارة الصحة التي ستوفر لفريق التحري الوبائي الوسائل البشرية واللوجستيكية الضرورية لمباشرة مهامه ابتداء من اليوم. إن تدعيم عمليات التقصي والتحري الوبائي من شأنه أن يساهم لا محالة في تقليص عدد الحالات المصابة من خلال تحديد مصادر نقل العدوى واتخاذ الإجراءات الاستباقية بناء على نتائج التقصي، كما سيحتاج إلى رصد موارد مالية إضافية ستتولى الحكومة التكفل بها عبر توفير ميزانية خاصة لهذا الغرض من أجل اقتناء الكميات اللازمة من الكواشف وتوسيع الشبكة الوطنية المختبرات التحاليل لتشمل كل ولايات الوطن. وسيساهم عمل هذه الخلية مستقبلا في تدعيم وتقييم وتطوير الاستراتيجية التصدي لتفشي الأوبئة في بلادنا. أخيرا، وإذ أشيد بالجهود المبذولة لاحتواء هذا الوباء، فإنني أغتنم هذه الفرصة لأجدد تشجيعي ودعم السلطات العمومية لكل العاملين في قطاع الصحة والسكان وإطارات الدولة المجندين لإدارة الأزمة الصحية التي تعرفها البلاد. البروفيسور محمد بالحسين رئيس الخلية العملياتية للتحري ومتابعة التحقيقات الوبائية أكد أن عمل الخلية هو دعم جهود الدولة في مكافحة جائحة كورونا بالتركيز على التحقيقات الوبائية. هذه الخلية مهمتها الأساسية هي تمديد المجهودات التي قامت بها الحكومة وقامت بها وزارة الصحة خاصة في مكافحة وباء الكوفيد 19 في بلادنا، ولحقنا الدرجة والمرحلة في تطور هذا الوباء اللي تجعلنا نركز أكثر مجهوداتنا على التحقيقات الوبائية حتى نصبح تكون عندنا نتيجة أو مردود عالي في تشخيص المحتكين بالإصابات نتاع الفيروس، ونقوم بحجر صحي لهذا المحتكين لكي نحمي مجتمعنا من انتشار هذا الفيروس. هذه هي المهمة الجوهرية لهذه الخلية، وأتمنى أن نكون يعني نلبي تطلعات رئيس الجمهورية وتطلعات السلطات الوطنية في مكافحة هذا الفيروس. وهذه المهمة هي مهمة تشاركية، مش مهمة شخص واحد، هي مهمة كل المنظومة الصحية وحتى القطاعات الأخرى. يرفع على مسامعنا الآن أذان صلاة المغرب لمدينة الجزائر وما جاورها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. نواصل نشرتنا، وبعد إفادهم من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون واستقبالهم من قبل الرئيس الموريتاني، استقبل اليوم الوفد الوزاري الذي يقوده وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم من قبل الوزير الأول الموريتاني إسماعيل ولد بدة ولد الشيخ سيدنا. البعثة التي تضم وزير المالية عبد الرحمن راوية ووزير التجارة كمال رزيق ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد، بالإضافة إلى المدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية محمد شفيق مصباح، أفدت إلى نواكشوط لتبادل المعلومات بين البلدين في مجال مكافحة جائحة كوفيد-19. البعثة إذن وصلت تمثيل العاصمة الموريتانية نواكشوط في طائرة محملة بأول دفعة من المساعدات الطبية الخاصة بمكافحة كورونا، مساعدات تعكس عمق علاقات الأخوة والتضامن بين البلدين وليد قدري. مثل ما يقال في الشدائد والأزمات يظهر الأصدقاء. البلد الشقيق موريتانيا وهو يكافح انتشار وباء كورونا يجد الجزائر إلى جانبه ودون تأخر. كمية من المساعدات الطبية تصل على دفعات إلى نواكشوط، وأول دفعة منها رافقها دعم معنوي تمثل في وفد رفيع المستوى عبر للأشقاء الموريتانيين عن استعداد الجزائر للمزيد من المساعدة، قد يكون من ضمنها أطقم طبية. يعني نبقى أشقاء في الصرا وفي الضراب طبعا. هذه الجائحة أثبتت أن العلاقة أكثر من علاقة، مش فقط علاقة عادية كما يمكن أن تجري في مع العديد من الدول، ولكن بينه وبين موريتانيا لها نقطة خاصة، العديد من القواسم المشتركة. قاسم مشترك تعبير التاريخ، الحاضر والمستقبل. والمستقبل هو ماذا نفعله اليوم. يعني ليس الجزائر وحدها في اتجاه موريتانيا، يعني نعمل سويا
نمشي اليد في اليد لنواجه هذا الوباء، لننسق العمل، وإن شاء الله سيتشر مع جميع الدول في المسبقة التي تريد أن تشاركنا في هذه هذا ما يدل على نوعية وخصوصية العلاقة الجزائرية الموريتانية. أظن أنه أي موريتاني وليس فقط كوزير يحس أن هذا اهتمام حقيقة لا يحصل إلا من الأشقاء والإخوة، وعبر فخامة الرئيس أنه سيعطي توجيهات لبعث من أجل أن تأتي إلى موريتانيا، ولم نتوقع حقيقة أن تكون البعثة على هذا المستوى العالي، وهذا دليل بوغادوم، وهذا دليل على أن مستوى العلاقات حقيقة عرف في هذه السنوات الأخيرة، وهذا الشيء يمشي في عمق التاريخ. هي قصة طويلة الحمد لله ما بين الجزائر وموريتانيا. وخلال الزيارة اجتماع موسع لكل من وزير الخارجية، الصحة، التجارة والمالية والمدير العام لوكالة التعاون الدولي مع نظرائهم الموريتانيين، فكان منبرا اتفق فيه الجميع على ضرورة الذهاب بالتعاون بين البلدين إلى أعلى مستوى في كل المجالات. كان لنا نظرة مستقبلية جديدة أو متجددة في اتجاه المستقبل بتوطيد العلاقات في جميع الميادين السياسية، الاقتصادية، التجارية، التقنية، الثقافية، والتنسيق في على المستوى الدولي على العديد من الأشياء في إفريقيا في اتجاه السلم والاستقرار في العالم. العاصمة الموريتانية نواكشوط كانت محطة أول زيارة رسمية للجزائر منذ انتشار وباء كورونا، لتؤكد عمق العلاقات التاريخية بين الجزائر وموريتانيا والإرادة السياسية لقيادتي البلدين للارتقاء بها إلى مستوى تطلعات الشعبين الشقيقين. يقوم لواء السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة غدا بزيارة عمل إلى المدرسة العليا الحربية بيتامنفوس بالناحية العسكرية الأولى. اللواء السعيد شنقريحة يترأس خلال هذه الزيارة الدورة 13 للمجلس التوجيهي للمدرسة العليا الحربية. أفاد بيان للجنة صياغة مقترحات تعديل الدستور وقعه رئيسها أحمد العرابة أنه بعد أن تمت مهمتها وفقا لرسالة تكليف رئيس الجمهورية ووضع مقترحاتها في متناول الطبقة السياسية والمجتمع المدني والمواطنين من أجل المناقشة والإطراء، لاحظت اللجنة أن النقاش لا سيما على مستوى بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قد انحرف في الكثير من الحالات عن الهدف المرجو والمتمثل في إطراء مشروع الوثيقة، وبقطع النظر عن الهجمات والتجاوزات غير المسؤولة التي مست أعضاء اللجنة في شخصهم، فإن الكثير من الأكاذيب طالت مضمون الوثيقة ومنها على وجه الخصوص. صياغة الوثيقة تمت من قبل أشخاص شاركوا في اللجان التي أعدت الوثائق الدستورية السابقة. الادعاء بحذف الإشارة إلى بيان أول نوفمبر 54 من دباجة الوثيقة، المس بثوابت الأمة، الادعاء بوضع نص يسمح بتقسيم البلاد، وإذ تستنكر اللجنة هذه الأراجيف فإنها تؤكد أشد التأكيد أن كل ما ورد عار من الصحة، والحقيقة تتمثل فيما يأتي. لا أحد من أعضاء اللجنة كانت له صفة عضو في أي من اللجان التي شاركت في إعداد الوثائق الدستورية السابقة، وإن كان بعضهم قد استقبل كباقي الكفاءات والشخصيات الوطنية من قبل الجهات التي أشرفت على الحوار. إن بيان أول نوفمبر لم يكن منصوصا عليه في الوثائق الدستورية السابقة، فكيف تتهم اللجنة بحذفه؟ وفيما يخص المساس بثوابت الوطنية، لم يتم النقاش حولها وبقيت ثابتة في الدستور كما كانت سابقا، غير أنه بالنسبة للأمازيغية باعتبارها مكونا من مكونات الهوية الوطنية إلى جانب الإسلام والعروبة، فقد سبق ترقيتها إلى لغة وطنية ثم إلى وطنية ورسمية في التعديلات السابقة، وحتى لا تبقى سجلا يتاجر به ارتأت اللجنة إدراجها ضمن المواد التي يحظر تعديلها. وفيما يخص النص المتعلق بإمكانية أن تحظى بعض البلديات بنظام خاص، فقد أسيء فهم هذا المقترح المعمول به في الكثير من الدول والمنصوص عليه، ويستهدف مراعاة الظروف الخاصة المالية والإدارية لبعض البلديات سواء من حيث محدودية إمكانياتها أو طبيعتها الجغرافية إلى آخره، واستوجب معاملتها قانونيا بنظام خاص. وفي الأخير أعربت اللجنة عن أملها في أن تتم دراسة الوثيقة دراسة موضوعية وتقدم الاقتراحات بغرض إثرائها والارتقاء بها إلى مستوى الوثيقة التوافقية.
أكدت مجلة والجيش في افتتاحية عددها لشهر جوان أن المقترح الذي تضمنه مشروع تعديل الدستور والقاضي بمشاركة الجيش الوطني الشعبي في عمليات حفظ السلام خارج الحدود الوطنية يتماشى تماما مع المبادئ الثابتة لسياستنا الخارجية. تقرير إلهام عشير. مقترح دستارة مشاركة الجيش الوطني الشعبي في عمليات حفظ السلام خارج حدودنا والذي تضمنه مشروع تعديل الدستور لأول مرة أخذ حيزا معتبرا من افتتاحية مجلة الجيش والذي أكدت بأنه يتماشى تماما مع السياسة الخارجية للبلاد التي تقوم على مبادئ ثابتة وراسخة تمنع اللجوء إلى الحرب وتدعو إلى السلام وتنأى عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول كما تحرص على احترام الشرعية الدولية. ولفتت المجلة إلى أن مشروع الدستور المطروح للنقاش جاء إذانا بمباشرة إصلاحات شاملة مرحبة بالنقاشات الثرية لشرائح واسعة من المجتمع لمقترح مشاركة الجيش خارج الحدود مقدمة بشأنه أفكارا بناءة على عكس البعض ممن وصفتهم المجلة بأطراف اعتادت الاصطياد في المياه العكرة بإخراج النقاش عن سياقه الحقيقي ومحاولة بث معلومات مغلوطة وأفكار مسمومة لا تمت للحقيقة بصلة. وشددت المجلة على أن ما تضمنه المقترح القاضي بأن لا يسر إرسال الجيش الوطني الشعبي خارج الحدود بقرار من رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء البرلمان بغرفتيه يجسد السعي لبناء الجزائر الجديدة القائمة على الاحتكام للإرادة الشعبية. وخلصت الافتتاحية إلى التأكيد أن الجيش الوطني الشعبي سيبقى درعا متينا وقوة ردع ضد أي تهديد قد يمس أمن وسيادة بلادنا. وآراء ومقترحات الشباب حول المشروع التمهيدي لتعديل الدستور محور النقاش في حصة خاصة يقترحها عليكم التلفزيون الجزائري سهرة اليوم. البرنامج الذي يحمل عنوان الشباب والدستور لزميلين فاطمة أديب وسعيد طوبال يأتيكم في حدود الساعة 10 مساء على الجزائرية الثالثة الإخبارية. في النشاط البرلماني عرض اليوم وزير المالية عبد الرحمن راوية أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني عرض مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2017 وذلك بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار والوزير المنتدب المكلف بالإحصائيات والاستشراف بشير طمصدفع. جدد اليوم كاتب الدولة المكلف بالجاليات الوطنية والكفاءات في الخارج رشيد بلدهان في كلمته خلال أشغال الاجتماع الافتراضي الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، جدد التذكير بالمواقف الثابتة للجزائر الداعمة للقضية الفلسطينية مؤكدا تمسك الجزائر بمبادرة السلام العربية المبنية على الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة مقابل السلام في إطار الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي. بلادهان دعا في كلمته الدول المشاركة في هذا الاجتماع إلى إدانة التصرفات الجائرة للاحتلال الإسرائيلي وإرغامها على وقف تهديداتها وأعمالها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني وإنهاء الحصار الجائر على الأراضي الفلسطينية والعودة لمفاوضات السلام دون شروط. أكد اليوم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إبراهيم بومزار خلال إشرافه رفقة رئيس مجلس سلطة ضبط القطاع زين الدين بالعطار على تنصيب فوج العمل المكلف بإعداد ورقة طريق فيما يخص تقاسم المنشآت القاعدية وتوحيد استعمال الموارد وتعزيز المنافسة وتشجيع الاستثمار في سوق الاتصالات. أكد ضرورة العمل للوصول إلى أفضل تغطية لشبكة الاتصالات على المستوى الوطني خاصة بمناطق الظل. المزيد مع نادية سلطاني. فوج العمل المنصب سيعمل على تشجيع المقاولاتية في سوق الاتصالات السلكية واللاسلكية ويكون الهدف منها زيادة تنافسية المؤسسات التي تعمل في هذا المجال. قانون 18-04 جاب كثير إضافات، الإضافات هذا اللي كان من شأنها يعطي ديناميكية جديدة لسوق يعني الاتصالات. كان من شأن هذه الإجراءات الجديدة تعطي ديناميكية وتساعد على
دعم يعني البنية التحتية للاتصال للمواصلات السلكية ولا سلكية، لا سيما كان أمور يتعلق بجودة الاتصالات. الوصول إلى أفضل تغطية على المستوى الوطني بهدف تلبية حاجيات المشتركين تحد آخر ترفعه وزارة البريد. أكدوا أيضا على نقاط الظل، كاين ناس لحد الآن ما عندوش تغطية على هاتف النقال، كان أمور القانون تطرق لها، منها الاتينيرونس، الاتينيرونس معناها التجوال. أنا عندي هاتف مع متعامل معين، كي ما يكونش تغطية تاع المتعامل تاعي نقدر ننتقل تغطية تاع متعامل آخر. كان أمر أيضا آخر تاع كل إنسان ملكيته كي يحب يبدل المتعامل يحافظ على الرقم تاعو، هذه شيء يساهم في إعطاء ديناميكية جديدة لسوق الاتصالات. مخرجات هذا فوج العمل هذا ستمكننا من تحسين خدمات الاتصالات الإلكترونية هذا من جهة، وكذا فك العزلة عن مناطق الظل. وفي أجندة اللقاء التشاوري العمل على التجسيد الفعلي للأحكام والقواعد التي تؤطر هذا القطاع لتحسين الولوج إلى سوق الاتصالات الإلكترونية. وفي غمرة جائحة كورونا تواصل اتصالات الجزائر مسعى تطوير وعصرنة شبكة خدمات الإنترنت بإدخال تقنية الألياف البصرية FTTH ذات التدفق العالي إلى السكنات بالمدينة الجديدة. سيدي عبد الله محمد جبيلي. FTTH أو الألياف البصرية إلى المنزل هي التقنية الحديثة المتبعة لاتصالات الجزائر بعد الجيل الرابع، سعيا منها لعصرنة المدينة الجديدة. سيدي عبد الله، هذه التقنية تمكن زبائننا الكرام من الحصول على تدفق عالي يصل إلى 100 ميجابيت في الثانية. هذه التقنية رانا إن شاء الله راح نعموها في كل أقطاب المدينة الجديدة لسيدي عبد الله. المشتركون استحسنوا العملية ونوعية الخدمات المقدمة خاصة مع التدفق العالي للإنترنت، مما ساعدهم على الالتزام بالحجر الصحي. هي في الحقيقة عملية مليحة، على كل حال مشكورين جماعة الجيغي تيليكوم، ويقولوا بلي سي اون سيتي انتيليجونت اون كومونس افوار ان بو دو لانتيليجونس. الحمد لله افون كنا مع لو كونفينمون دراري ولادنا سيتي با ايفيدون باش يشدوهم، درك هاتيك كنا بلي كلي هاي خلاصت هاي جات هاي راحت هاي في مشاكل، عندي انا اونفو مالاد باش نلهيه بها سيتي با ايفيدون. دوك هاتيك الحمد لله. دوك الحمد لله انا نخدموا بها فاجي لها فر باسكو سورتو مع الكونفينمون هذايا تاع الحجر الصحي هذايا نخدموا في البيوت والاخر تساعدنا. والجهود متواصلة من اجل التغطية الكاملة بهذه التقنية وتهيئة الارضية لمشاريع تكنولوجية اخرى. ومتابعة لمستجدات الوضع الصحي بالبلاد، عقد اليوم الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا الدكتور جمال فرار ندوة صحفية استعرض فيها الحصيلة بالأرقام والمؤشرات. في 24 ساعة الأخيرة المؤشرات العامة هي كما يلي: 102 حالة جديدة سجلت في 24 ساعة الأخيرة، 123 شخص يعني حالة تمثلت للشفاء، 33 مريض في العناية المركزة و8 وفيات. مع تسجيل 102 حالة يصبح العدد الإجمالي 10484، أي بنسبة تقدر ب 24 حالة لكل 100,000 نسمة. وفي خلال 24 ساعة الأخيرة 15 ولاية لم تسجل أي حالة. أما فيما يخص الوفيات، سجلنا من وفاة جديدة رحمهم الله، بهذا يصبح العدد الإجمالي للوفيات 732 حالة. 75% من الحالات الوفاة عمرهم 60 سنة فما فوق. فيما يخص المرضى اللي استفادوا من العلاج حسب البروتوكول المعمول به، عددهم 20,904، منهم 9,114 حالة مؤكدة مخبرياً، و 11,790 حسب حالات حسب الأشعة وسكانر. ما يخص الحالات التي تمثلت للشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة، عددها 123، وبهذا يصبح العدد الإجمالي 7,074 حالة تمثلت للشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة. فيما يخص الحالات الاستشفاء، 33 مريض حاليا في العناية المركزة.
في إطار جهود الدولة للتكفل بالمتضررين من جائحة كورونا، تتواصل عملية صرف الشطر الثاني من الإعانة والمنحة التعويضية والمقدرة ب10,000 دينار. بالمهدي بالمهر رصد لنا سير العملية بغليزان. أعوان وموظف الخزينة العمومية لولاية غليزان شكلوا بإمكانياتهم المادية والمالية جاهزية لاستقبال المستفيدين من المنحة في شطرها الثاني والمحددة ب10,000 دينار والموجهة لمختلف النشيطين في القطاعات الاقتصادية والمهن الحرة. العملية الحمد لله راها جارية على أتم معنى، ونشكر فني الإخوة اللي راهم واقفين هنايا في هذا التريزور. 10,000 دينار هذه مليحة، خير من كاش كما نقولوا حنايا، كما نقولوا نعاونوا بها روحنا بلا ما فات هذه الجائحة ويترفع عنا الحجر إن شاء الله. السلطات المحلية بما فيها مدير القطاعات أحصوا قوائم المسجلين المتضررين من تدابير مكافحة كورونا. في وقت قياسي كنا دفعنا الشطر الأول واللي كان خص 8,263 رب عائلة من تجار، من حرفيين، من أصحاب المهن اللي كانت أكثر تضرراً، واللي تم إحصائها من طرف المديريات التنفيذية المعنية. وها احنا نبادر وبدينا في العملية الثانية، وهي كما راكم لاحظتوا تجري في ظروف حسنة. تجدر الإشارة إلى أنه هؤلاء المستفيدين يتقربوا من خزائن بلدية الولاية وكذا خزينة الولاية من أجل سحب هذه المنحة. يذكر أن ولاية غليزان التزمت بدفع الشطر الأول من منحة 10,000 دينار، وهي بصدد تسديد المبلغ ذاته بأريحية كتعبير تضامني والتكفل الاجتماعي بالأسر المحتاجة. وضمن جهود مكافحة وباء كورونا، بادرت جمعية البركة بالتنسيق مع المقاطعتين الإداريتين للدار البيضاء والحراش، بادرت بتوزيع 10,000 قناع واق على المواطنين. التغطية لزهير بيتاش. دعما للصحة العمومية وفي إطار الرفع التدريجي للحجر الصحي، 200,000 قناع واقي توزعها جمعية البركة بالمقاطعة الإدارية للعاصمة في خطوة أولى قبل أن تمس مختلف ربع الوطن. وكل يوم راح نديروا ولايتين منتدبتين إن شاء الله، ونوزعوا بإذن الله مع السلطات العمومية، نوزعوا في الشوارع، في الأسواق، في المتاجر، في مناطق الظل يعني اللي لازم نركزوا عليها، لأن هذا المواطن اللي مساكن ما يقدرش ممكن بلك يوصل ليهم واحد ولا. نتمنى من الجمعية هذه المبادرة هذه الأولى، ماشي الأولى إن شاء الله، المبادرة واحدة أخرى إن شاء الله الجاية إن شاء الله. لي بوفات هادو مليح يكونوا ديسبونيبل واجدين ان شاء الله، باش الشعب قاعد يديروا هكذايا، وان شاء الله وكثر خيرهم. هادو شفنا بزاف جمعيات خيريه يقدموا مبادرات هكذايا، يمشوا في الطريق يمدوا للناس. ارتداء القناع الواقي صار اكثر من ضروره لاعاده دفع مناحي الحياه، وتوفيرها يستدعي تضافر جهود كل الفاعلين. وهي عمليه ستتواصل خلال الايام القليله القادمه لتشمل كل بلديه المقاطعه، ونتمنى فقط من المواطنين احترام إجراءات الحجر الصحي. عملية متواصلة كتوزيع الأقنعة، وهذه العملية داخلة في إطار رفع الحجر الجزئي المفروض منذ 24 مارس 2020 والذي سوف يسمح لبعض الأنشطة التجارية والحرفية بممارسة النشاط. ارتداء القناع الواقي يتعدى حماية الشخص إلى الحفاظ على صحة الآخرين، وارتداؤه صار أكثر من ضرورة. والالتزام بالتدابير الوقائية وارتداء القناع الواقي أنجع السبل للوقاية من الفيروس. هاجر بن كران ترصد مدى الالتزام بهذه الإجراءات بوركلة. بعدما يقارب 3 أشهر من الحجر الصحي، بعض المهن بولاية ورقلة كقاعات الحلاقة والألبسة وغيرها تعود إلى نشاطها مع الالتزام الكلي بالإجراءات الوقائية. نقولوا الحمد لله، ربي فرج علينا اليوم، سما رانا حلينا المحل 3 شهور اللي فاتوا علينا، ان شاء الله حنا نقولوا درس من عند ربي. عندنا مده ملي مسكرين مغلوقين، وسهلنا ربي فتحنا، ورانا دايرين اجراءات صحيه. إجراءات وقائية يلتزم بتطبيقها أصحاب المحلات كتنظيم عملية دخول الزبائن ووضع ملصقات تحسيسية على واجهات المحلات مع احترام المسافة الوقائية وحمل القناع الواقي إجباري. كل تاجر يحترم وسائل الوقاية، يبدأ بنفسه صح،
وضع الكمامه والجل هيدروالكوليك ويدير شروط اللي تحميه هو والزبائن اذا حاب يخدم ياسر. الكليوليت خنديروا له المعاقم وهنا دايرين لافتات في الدخله ثاني بالبافيت اجباريه اوبليغاتوار ودايرين ثاني التباعد بين الاشخاص وما كانش فوق ثلاثه يدخلوا الحانوت. عودة الأنشطة الأخرى تدريجيا مرهون بمدى التزام أصحاب الأنشطة المرخص لها بالمرحلة الأولى والزبائن بتطبيق الإجراءات الوقائية. واستئناف النشاط التجاري تدريجيا بولاية بجاية يتم وسط التزام صارم بالتدابير الوقائية. الروبورتاج لرفيق تداف بصوت لندمكي. بعد قرارات استئناف بعض الأنشطة التجارية يحرص تجار ولاية بجاية على التقيد الصارم بإجراء الوقاية وأخذ الحيطة والحذر. الخدامين تاعنا مرقلة عندهم كل شهور ما خدموش ودوكا كي ولاو تسمى حسوا روحهم باللي راهم ولاو الحياة الطبيعية تسمى كيما كانوا. المواطنون هم بدورهم أدركوا أنه لا خروج من الأزمة الصحية إلا باتباع توصيات المختصين والتدابير المتخذة. نخدموا ما عندناش من ناكلوا. الحمد لله هذا يعني فكر يعني على الناس اللي بعاد والناس اللي ما عندهمش يعني ترونسبور باش راح يخدموا. وهذه يعني مبادره مليحه وان شاء الله يعني كلش تولي يعني الحياه كما راهي. طبعا اللي بافات الشاريين يخدموا فيها حاجه عاديه. وتبقى ثقافه الوقايه الصحيه اساس الحد من تفشي وباء كورونا. في إطار مواصلة الإجراءات الميدانية التي تصب في خدمة الزبون تعلم الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز زبائنها أنه وفي ظل الجائحة اعتمدت عدة إجراءات ميدانية لمواكبة هذا الظرف قصد الحفاظ على صحة ومصلحة المواطنين من بينها تقدير استهلاك كل زبون اعتمادا على نفس الفترة المرجعية وفقا للمرسوم 95/10 وبمشاورة لجنة الضبط للكهرباء والغاز وذلك تفاديا لتراكم الاستهلاك. إمكانية التصحيح الفوري للفاتورة محل النزاع إذا كان الاحتجاج مؤسسا واعتمادا على واقع رصد الاستهلاك. إمكانية الاستفادة من التقسيط في تسديد فاتورة الاستهلاك بالتقدم إلى مصالح الشركة المفتوحة من الساعة 8 صباحا إلى غاية الساعة 3 زوالا. مع العلم بأنه يمكن تسديد المستحقات عبر الموقع الإلكتروني sadeg.dz والدفع في أي وكالة تجارية عبر الوطن. التسوية لدى مكتب البريد عبر التراب الوطنية. كرمت بلدية الجزائرية الوسطى كل الأطقم المشاركة في حملة مواجهة وباء كورونا. المزيد مع يوسف تعفير. اعتراف بالجهود المبذولة وتكريم يليق بمن كانوا في الصفوف الأولى لمحاربة الوباء. هذا التكريم شجعنا على تقديم المزيد للمواطنين الجزائريين وكان عرفا المجهودات تاعنا اللي قمنا فيهم في الفترة الماضية. أعطيهم صحة اسما كي شافوا فينا وكرمونا في هذا النهار. هذا التكريم الذي يدل على روح التضامن والتلاحم فيما بين الشركاء في الميدان. بهذه المناسبة أدعو المواطنين إلى المواصلة في تطبيق إجراءات التدابير الوقائية من أجل الحد من هذا الوباء. كلهم يعطيكم الصحة اللي كرمتونا وكما قل رانا مجاهدين في الكورونا هذه. منذ فترة جائحة فيروس كورونا كل عمال عاملات المطاعم لبلدية الجزائر الوسطى كانت كما نقولوا احنا كانت سهرانة وكانت واقفة على جميع الأطباء. هذه لمسة من لمسات باش كما يقولوا تقدير لكل الأعوان كلك سواء نقولوا كل الأعوان اللي كانوا على الخط الأول لمحاربة الكوفيد 19. رمزية التكريم ستكون حافزا للجميع من أجل مواصلة جهود مكافحة الكوفيد 19. انتقلت إلى رحمة الله فجر اليوم المجاهدة العلجة عودية عن عمر نهز 81 سنة بعد صراع مع المرض. الفقيدة من مواليد منطقة عمر بالبويرة التحقت بصفوف جيش التحرير الوطني عام 55 لترسل إلى فرنسا كعون اتصال دائم بباريس. بعد الاستقلال عادت الفقيدة إلى الجزائر حيث أكلت لها مهمة تأطير النساء الجزائريات بتيزي وزو. إن لله وإن إليه راجعون. تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بشراق بالعاصمة من حجز أزيد من 4000 وحدة من المشروبات الكحولية.
بناء على معلومات واردة إلينا مفادها قيام أحد الأشخاص بالمتاجرة بالمشروبات الكحولية بطريقة غير قانونية ببلدية الحمامات ويستغل مرآب لتخزين السلعة بعد إعلام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة باب الواد والحصول على إذن بالتفتيش أين تم العثور على كمية معتبرة من المشروبات الكحولية كما تم توقيف المعني. الكمية الإجمالية المحجوزة هي 4160 وحدة مشروبات كحولية من مختلف الأنواع والأحجام. الشخص الموقوف سيتم تقديمه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة باب الواد. ختام هذه النشرة وهذا الآن تذكير بأبرز ما أوردنا فيها. رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن لدراسة عدد من القضايا المتعلقة بالوضع العام. الوزير الأول عبد العزيز جراد يشرف على مراسم تنصيب البروفيسور محمد بالحسين على رأس الخلية العملياتية للتحري ومتابعة التحقيقات الوبائية، ويؤكد أهمية عمليات البحث والتقصي الوبائي في تقليص عدد الإصابات بالكورونا والحد من انتشاره. تأكيد على عمق علاقات الأخوة والتضامن بين الجزائر وموريتانيا وعزم على إعطائها ديناميكية جديدة خلال لقاءات الوفد الوزاري رفع المستوى بنواكشوط حول تبادل المعلومات في مجال مكافحة جائحة كوفيد-19. اللواء السعيد شنقريحه يترأس غدا بالمدرسة العليا الحربية بتمنفوست بالناحية العسكرية الأولى الدورة 13 للمجلس التوجيهي للمدرسة. مئة وحالتي إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وتمثل 123 للشفاء وتسجيل 8 وفيات جديدة. شكرا لكم على المتابعة. عناوين الإلكترونية في الخدمة. إلى اللقاء.